سبقت الناس تنظر في جمالك ودفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد تبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تخيل لو أن إنسانا عليه دين لتاجر من تجار وقيمة هذا الدين 100,000، ولما أتى موعد سداد الدين قال له التاجر ادفع، فقال الرجل ليس لدي ما أدفع، فأخذوه للمحكمة. فقال له القاضي ادفع، فقال ليس لدي ما أدفع، فأمر القاضي بسجنه. فلما أخذوه للسجن تنازل التاجر عن حقه وقال القاضي يا حضرة القاضي أنا أسقطت الدين الذي لي عليه ولا أريد منه شيئا. فقال القاضي إذن أطلقوا سراح السجين ودعوه يرجع إلى أهله وأبنائه. السؤال، هل سيفرح هذا المدين بإطلاق سراحه؟ طبعا سيفرح، بل سيفرح كثيرا جدا. طيب بالله عليك، كيف ستكون فرحته إذا قال له التاجر أيضا علاوة على إسقاط الدين الذي عليك أنا أيضا سأعطيك في يدك الآن مبلغ 100,000 أخرى تبدأ بها حياتك؟ أظن أن فرحته لا يمكن أن توصف. سبحان الله، بعد أن كان مدينا أصبح غنيا في لحظة واحدة. هل تعلم أننا جميعا يمكننا أن نكون مثل هذا الرجل ونفرح مثل فرحته، بل يمكن أكثر؟ قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي والله فعلا غفورا رحيما. بعد أن كنت مديونا بالسيئات أصبحت غنيا بالحسنات، وفي لحظة واحدة فقط، لحظة التوبة. لا أخفيكم أننا قد قررنا مع فريق العمل في هذا البرنامج أن نصور لكم هذا المثال تصويرا حقيقيا أمام أعينكم، بحيث نذهب إلى أحد السجون ونختار سجينا عليه دين فندفع عنه دينه ونطلق سراحه، ثم نعطيه في يده مثل قيمة الدين الذي كان عليه. لكي نطبق هذا المثال حيا على الشاشة، فانظروا انظروا ماذا حدث معه. يا الله يا الله، لقد قمنا بالتخطيط منذ أشهر عديدة للذهاب إلى أحد السجون والبحث عن حالات مساجين تم سجنهم بسبب ديون عليهم. وركزنا على أهمية أن يكون سبب السجن هو دين فقط، لا سرقة ولا اختراسات ولا شيء. وكانت أول خطوة هي اختيار السجن. نريد أن نختار سجنا صعبا تكون وسائل الترفيه والراحة التي تقدم عادة للسجناء أقل من غيره. وبعد التحري والبحث والتواصل وصلنا إلى أسوأ سجن يمكننا الوصول إليه. أين تتوقعون يكون هذا السجن؟ وجدنا السجن في دولة نائية من دول أفريقيا، في أطراف أفريقيا، دولة صغيرة فقيرة معدمة بدون ذكر اسمها. هذا السجن بسبب نقص الإمكانيات فإنه لا توجد فيه مساحة للمساجين، العدد يزداد والمكان محدود. تخيلوا غرفة من الغرف مساحتها ما يقارب 10 أمتار في 10 أمتار، المفروض ألا يزيد عدد المسجونين فيها عن 70 شخصا. أتدرون كم سجين يوجد فيها الآن؟ تدرون كم؟ 337 سجينة. الله المستعان، حتى أننا حاولنا أن نطلب منهم تصوير المساجين من الداخل ولكنهم رفضوا، إلا أنهم سمحوا لنا بتصوير رسم التوضيحي لكل غرف السجن. هذا الرسم يقرب الواقع للحالة التي عليها السجناء في داخل الغرفة الواحدة. يستلقون متلاصقين على الأرض، وتوجد بعض الأسرة فقط، ولكن السرير الواحد ينام عليه شخصان، رجل أحدهما عند رأس الآخر، وحمام أعزكم الله في وسط الغرفة بلا خصوصية ولا أبسط حقوق الإنسانية. التهوية شبه معدومة، وبسبب العدد المضغوط من المساجين داخل الغرفة فإن درجات الحرارة ترتفع والنفس ينقطع، وتوجد مراوح بسيطة فقط.
يحدثني أحد حراس السجن فيقول: إذا فتحت باب غرفة المساجين فإنك لا تستطيع أن تقف أمام الباب مباشرة من شدة الهواء الحار المنبعث من هذه الغرفة المضغوطة بالبشر، ويوجد في الأرض مجرى من الماء على الأرض، نحن ظننا أنها ممرات تصريف مياه أمطار أو مياه مجاري، ولكنها لم تكن كذلك، إنها مجاري العرق الذي يصب من السجناء تأخذه هذه المجاري للخارج، حتى أن المراوح أحيانا تدور بفعل الهواء الحار الخارج من المساجين الذين بالسجن، وأما إذا انقطعت الكهرباء في السجن فهنا تقع الكارثة. بالمناسبة الكهرباء في أفريقيا كثيرة ما تنقطع، هذا إذا وجدت الكهرباء في بعض المناطق أصلا. المصيبة أن المراوح التي تدخل الهواء على المساجين تتوقف، وعندها يبدأ الصراخ داخل غرفة السجناء مساكين، الوضع لا يحتمل في تلك اللحظة وتبدأ حالات الاختناق. يقول لنفس الحارس، يقول: إذا انقطعت الكهرباء يطرق المساجين باب الغرفة التي تكدسوا فيها، يريدون منا أن نفتح لهم ولكننا لا نستطيع لأسباب أمنية، فبعضهم يموت. يقول: السنة الماضية توفي 10 مساجين اختناقا. طبعا في كثير من السجون بأفريقيا السجن لا يوفر طعاما للمساجين أصلا، هو السجين يدبر نفسه، أهله يحضرون له أو يدخر أو يتصرف، هم لا يجدون طعاما للمواطنين الصالحين فضلا عن أن يوفروه للمساجين. الوضع مزري بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ولكم أن تتخيلوا أن السجون في بلادنا تعتبر مكانا بائسا، فكيف ستكون السجون في الدول المعدمة في أفريقيا؟ لا شك أني مهما أصف فلن أقرب الصورة أكثر مما رأيناه بأعيننا في الواقع. المهم، خاطبنا إدارة السجن وطلبنا كشوفا بأسماء المساجين بسبب ديون مالية بدون أي جرائم تمس الأمانة كالسرقة أو التلاعب وغيرها. زودونا بأسماء كثيرة، اخترنا منها بعض المساجين حسب ما سمحت به ميزانيتنا. تمكننا من إخراج 8 مساجين الحمد لله، خرجنا مسلم وغير المسلم لكن أغلبهم مسلمون. ثم دفعنا المبالغ للإدارات الحكومية هناك، وجاء يوم إطلاق الصلاح. قل لهم دفعنا الدين عليكم جميعا. صراحة كان صدمة بالنسبة لهم، وحصل لغط داخل السجن وبعضهم لم يصدق، حتى أنهم في أثناء إجراءات إطلاق الصلاح واستلام الأوراق أخذوا ينشدون ويرقصون في داخل مكتب المدير نفسه. هذه فرحتهم، وهم إلى الآن لم يعلموا أننا أيضا فوق إسقاط ديونهم سنعطيهم مثل قيمة الدين الذي عليه. وعنصر المفاجأة له دوره، فهم لم يعلموا أنهم سيخرجون إلا في صباح اليوم نفسه. وقد جهزنا لهم سيارة لتنقل كل واحد إلى بيته، وبدأوا بالاتصال بأهليهم وذويهم ليبشرونهم. ومن أجمل لحظات هي لحظة لقائهم بأهليهم. كيف ستتوقعون شعور الأم التي ما كانت تتوقع أن ترى ابنها في هذا اليوم؟ حتى الأطفال، يعني أبنائهم وإخوانهم وأخواتهم الصغار، وأين الفرحة في وجوههم؟ والله أحد هؤلاء المساجين مسلم اسمه سلامي، قصته عجيبة. إنه مسجون منذ 7 سنوات وهو رجل كبير بالسن. أتدرون كم إجمالي الدين الذي كان عليه؟ لقد كان مدينا $100 فقط، $100 تقريبا، 7 سنوات مسجون لأنه لا يملك $100، لدرجة أنه لما خرج من السجن لم يكن يعرف بيته بالضبط. جلسنا مدة نبحث عن منزله وهو لا يذكره إلى أن وجدنا، ولم يكن بقي له من أهله إلا أخوه وابن أخيه. أخوه هذا كان مسلما، ولكنه منذ صغره قامت إحدى الديانات الأخرى بتربيته فاعتنق دينهم وترك الإسلام. لكن بعد أن رأى أننا أخرجنا أخاه أصبح يحدثنا عن الأديان والاعتقادات، وأخذنا ندعوه للإسلام. وتعتقد من قلبك أنه لا إله إلا، يعني لا معبود حق إلا الله؟ تقبل بهذا؟ يعتقد في هذا. ننطق بالشهادة الآن؟ المفاجأة أنه أسلم، أسلم أمام أخيه ونطق الشهادة. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا
محمد رسول الله. الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. والله لا أدري هل أرسلنا الله تعالى لكي نخرج هذا السجين من السجن أم لنخرج أخاه من الظلمات إلى النور؟ فلا تسأل عن فرحة سلامي هذا بخروجه من السجن، ولا تسأل عن فرحته بإسلام أخي. ولأن هدفنا من كل ما سبق هو تطبيق آية التوبة التي يقول الله تعالى فيها عن التائبين فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالغاية أن نجسد معنى الآية بمثال واقع حقيقي وهو ما رأيتموه قبل قليل. فكما أن هؤلاء المساجين كانوا مدينين بمبالغ مالية فتم إسقاطها ثم إعطاؤهم نقدا مثل قيمة الدين الذي كان عليهم وهو ما تم بالنهاية، لقد سلمناهم مثل قيمة الدين الذي دفعناه عنهم نقدا. أخي الكريم أختي الكريمة، لقد قطعنا كل هذه الأميال ورتبنا كل هذا الذي رأيتموه فقط لكي نذكرك بشيء واحد، أن تعزم على التوبة الآن لكي تبدل السيئات إلى حسنات الآن. قد يقول قائل ولكن هل تقبل توبتي؟ أنا ذنوبي كثيرة. الجواب المفروض أن تتحمس أكثر إذا كان ذنوبك كثيرة، فهذا معناه أنك ستحصل على المزيد من الحسنات. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يعني تتحول جميع ذنوبك إلى حسنات. فقال الرجل وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر. قالوا فما زال يكبر حتى توارع الأنظار ويقول الله أكبر. هذا الحديث هو باختصار ما كنت أحاول أن أقوله. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا توباتنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات. اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك ودفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد تبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.